إذن بشأن استمرار التظاهرات في بغداد والمحافظات وتأكيد مطالب ثورة تشرين تزامنا مع حديث الكاظمي عن لجان تحقيق لمحاسبة قتلة المتظاهرين، معنا هاتفيا من اسطنبول دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بكم دكتور جاسم. إذن جميع الأطراف من الكتل السياسية رهنت على أن اختيار الكاظمي سيكون مدخلا لإطفاء شعلة هذه التظاهرات، ماذا يعني عودة المتظاهرين اليوم في تصعيد حراكهم الثوري بهذا الشكل؟ نعم، شكرا لكم. يعني بعد يعني إرادة حرة وغير حرة تم تمرير حكومة مصطفى الكاظمي داخل البرلمان العراقي، ويبدو أن هنالك الكثير من المتفائلين بقدوم الكاظمي لرئاسة الكابينة الوزارية في العراق، ولا ندري ما هو سبب هذا التفاؤل. هل الكاظمي يعني هو من المستقلين أو من غير الموجودين في المشهد السياسي العراقي حتى يمكن أن نستبشر خيرا بهذا الأمر؟ الحقيقة لو كان غير الكاظمي، لو لم يكن الكاظمي رئيسا لجهاز المخابرات، ولو لم يكن جزءا من العملية السياسية، لكنا من باب يعني الأمل وحب العراق يعني ندعو لإمهال الرجل وإعطائه مهلة من أجل أن يثبت حسن النوايا. لكن الكاظمي هو جزء من المنظومة الحاكمة في العراق، ومن هنا جاءت إرادة الجماهير العراقية الرافضة للكاظمي على اعتبار أنه من مخرجات العملية السياسية التي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يومين أن من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة هو غزو العراق. وبالتالي حينما نعود إلى القاعدة القانونية الدستورية تقول أن ما بني على باطل فهو باطل، وما بني على خطأ فهو خطأ، نقول هل بقي للعملية السياسية في العراق أي غطاء قانوني؟ ولكن أعتقد نعم دكتور جاسم، عفوا، يعني الكاظمي تحدث عن توجهه لإحداث لجان تحقيق لكشف قتلة المتظاهرين، وهذا أيضا مطلب يعني من الحركة الشعبي. هل يملك بالفعل إمكانية محاسبة هذه الميليشيات التي اقترفت ما اقترفت، وعلى سبيل المثال اليوم اعتدت على متظاهر في الناصرية وهو في المستشفى في وضع خطر؟ يعني نحن لو عدنا إلى القدرة القانونية، نعم، يعني هو يمتلك القدرة القانونية على تنفيذ هذا الأمر، لكن هل سيسمح له بتطبيق القانون؟ هنا الإشكالية. الإشكالية أن الكاظمي وغير الكاظمي ليسوا أحرارا في إدارة الدولة. القوى التي جاءت بهم إلى هذه المناصب هي التي تتحكم بهم عن بعد. يعني على سبيل المثال، الكاظمي في اليوم التالي لتسنمه المنصب يعني أحال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وكافة الكابينة الوزارية إلى التقاعد. ومعلوم جنابك أن إحالة هؤلاء إلى التقاعد يعني أنهم سيكلفون الموازنة العراقية مبالغ ضخمة، على اعتبار أن تقاعد هؤلاء ليسوا كتقاعد بقية العراقيين. وعليه لو كان الكاظمي يعني جادا في محاسبة قتلة العراقيين ومن ضمنهم رئيس الحكومة السابق على اعتبار أنه القائد العام للقوات المسلحة، لما ذهب إلى هذا القرار خطير وهو إحالتهم على التقاعد. كان يفترض به أن يتريث ثم بعد ذلك يقرر هل يحيلهم إلى القضاء أم يحيلهم إلى التقاعد، لكن يبدو أن القضية هي مجرد نوع من التخدير للجماهير العراقية. لكن يبدو أن شباب العراق واعون جدا لهذا الأمر ولا يمكن خداعهم مرة ثانية. يعني في الدقيقة الأخيرة، إذا يعني الكاظمي وعد بحكومة مستقلة بعيدة عن الضغوط والإملاءات، وأخفق كما ذكرت وكالة بلومبرغ أن لا فرصة له على ما يبدو لتحقيق أي نجاح. يعني ما الحل محمد توفيق علاوي الزرفي الكاظمي؟ كيف سبيل الخلاص؟ أنا أعتقد أن حكومة الكاظمي مررت وأن عمرها ليس طويلا، وبالتالي أنا أظن أن الحل مع الأسف معقد جدا. يعني إن رأينا أن الحل بثورة شعبية دموية فهذا سيقود
لا قدر الله إلى حرب غير مرئية. وبالتالي أنا أكرر ما أقوله دائما، أن على الولايات المتحدة التي أدخلت العراق في هذا النفق المظلم عليها أن تعيد ترتيب أوراق المشهد العراقي، ومن ثم ترك العراق للعراقيين ليختاروا حكومة وطنية عراقية بعيدا عن القتلة والمجرمين. أما بقاء الحال كما هو عليه فلا أعتقد أن الحكومة يمكن أن تتوانى عن قتل المتظاهرين، بدليل أن اليوم حكومة الكاظمي التي قال أنه لن يتعرض للمتظاهرين أطلقت النيران على المتظاهرين على جسر الجمهورية ببغداد، وبالتالي أظن أنه سائر على طريق يعني عبد المهدي، ومن ثم فلا خلاص للعراقيين إلا بإرادة دولية بعيدا عن الإرهاب والقتلة والمجرمين. شكرا جزيلا لك دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي.